ما من قصة فشل إلا وبدأت من عتمة الجهل. تخرعت كتواية قلت من مسوي حادث. الأزمات تجعل الإنسان يقف في مكانه ويبقى القرار بين يديك، إما أن تتقدم أو تتراجع. فأنا ما حسيت بفرق عني عن بقية أخواني، لأن أنا مو معهم، لكن الإعاقة إعاقة ذهنية. فأنت من تصنع مصيرك بنفسك، يائس، متفائل، سعيد أو حزين. إذا أنت أخلصت العمل تميزت فيه، دايماً بتلاقينا بباب النجاح الفاضي. في الأخير يبقى القرار بين يديك.